السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اليوم راح نبدي بالفصل الثالث. هذه المحاضرة بهذا الفصل راح ناخذ نوع آخر من الترانزستور اللي هو اسمه موسفيت. الموسفيت هو جاي من الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر. هذه الموسفيت ميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيلد إفكت ترانزستور. الميتال هو يقصد به أنه مادة موصلة، أوكسايد اللي هو راح نشوف بالتفاصيل راح يكون بتركيبة فد مادة عازلة، وسيمي كوندكتر فيلد إفكت ترانزستور يعني ترانزستورات تأثير المجال، يعني إذا نريد نترجمها بالعربي. طبعاً احنا يعني سابقا اخذنا البايبولار جانكشن ترانزستور. هذا الترانزستور هو من صنف اخر، يعني احنا الترانزستورات اذا نريد نصنفها بهالتصنيف احنا عندنا هذا الترانزستور تقسم الى صنفين اللي هي البايبولار جانكشن ترانزستور والفيت اللي هي الفيلد افكت الترانزستور. بالبايبولار أخذنا النوعين اللي هي NPN NPN وأخذنا PNP. الفيلد إفكت الترانزستور راح يكون بعدة أنواع. إحنا راح ناخذ الموسفيت Metal Oxide Semiconductor FET Feed Field Effect الترانزستور. طبعا هذا النوع هو من الترانزستورات، هو يختلف عن البايبولار جونكشن ترانزستور. راح نجي نشوف الخصائص مالته وراح نجي نشوف الاوبيريشن. الموسفيت هو به ثلاث اطراف اللي هو راح نسميها 3 terminal device اللي هو الgate والdrain والsource. وراح يكون ممكن ان يشتغل اما يعني باستخدام ال P channel اللي هي نسميها PMOS او N channel اللي هو ال NMOS. طبعا يختلف عن البايبولار، هذا راح يكون unipolar. بالبايبولار اسمه بايبولار ليش؟ لأنه راح تستخدم الإلكترونات والهول في نقل التيار عفوا، بينما هنا راح يكون يونيبولار يعني أما يتم نقل التيار عن طريق ال N channel أو ال P channel. هذه أول فرق بينه وبين البايبولار جونكشن ترانزستور. طبعا هذا النوع ما راح يكون بي بي ان جانكشن مثل البايبولار. راح نشوف هسه نجي على التركيب مالته. هسه لو نروح هذا الشكل، هذا عندنا الموسفيت. طبعا راح نجي بعدين نشوف هذا ضمن يا نوع، لان احنا عندنا نوعين. راح ناخذ اللي هو يشتغل يعني اللي هو التو مود الانهانسمنت والديبليجن. فراح نشوف انه هذا بعدين بالتفصيل ضمن يانع، لكن هسه فقط راح نشوف الاشياء الاساسيه. عندنا هذا يتالف من ثلاث اطراف اللي هو الدرين اللي هو يقصد به المجرى بمعنى السورس المصدر، والجيت اللي هي البوابه. هنا عندنا السبستريت اللي هي كأنه مثل يعني لو نريد نوضحها القاعدة مال السيمي مال الترانزستور. هنا عندنا الجيت مربوط طرفه على مادة معدنية، هذه المادة المعدنية، وهذه اللي باللون الأزرق هي مادة عازلة. وهنا عندي بي تايب اللي هي سيمي كوندكتر، هنا عندي N وهنا عندي N، والسبستريت اللي هو محتل كل الجزء الباقي اللي هو عبارة عن P. يعني إذا كانت
إذا كانت هذا جزء N وهذا الجزء N، فالسبستريت راح يكون P. أما إذا كان هذا الجزء P وهذا الجزء P، فالسبستريت راح يكون N. لو نجي نشوف إنه هذا الترانزستور يكون شكله يشبه شكل المتسع، يعني عندنا هذا الجزء هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مادة موصلة وبيناتهم مادة عازلة، هذه المادة عازلة اللي هي SiO2، وعندي هنا البي اللي هي شبه موصل، يعني عندي منطقتين موصلة وبيناتهم مادة عازلة، وهذا الشكل هو أو هذا التركيب هو نفس تركيب المتسعة، لذلك هذا الترانزستور راح يشتغل نفس شغل المتسعة. لو نسوي ريفيو على المتسعة اللي هي مرة عليكم سابقا، المتسعة هي عبارة عن طبقتين من مادة موصلة، هذه اللي هي على سبيل المثال هذه دارسنا باللون الأحمر هي المادة الموصلة، وبيناتهم مادة عازلة، هذه اللي هي المادة العازلة، هذا الجزء الفارغ هذه هي المادة العازلة. طبعا ممكن إن يعني تكون المادة العازلة ممكن تكون الفراغ أو مادة عازلة كهربائيا، المهم إنه تكون مادة عازلة. هنا عندنا لو من تر يعني أسلط عليها فرق جهد، إيش راح يصير؟ هنا عندنا راح تتجمع الشحنات الموجبة وراح تتولد على الطرف الآخر من المتسعة الشحنات السالبة، ونتيجة لهذه راح تتولد الكتريك فيلد. طبعا هو مر عليكم المتسعة، يعني فقط بس يعني بس مراجعة. الكيو اللي هي شحنة المتسعة تساوي سي في الفي، سي اللي هي سعة المتسعة، فكل ما الفي هو فرق الجهد، وكل ما زاد فرق الجهد هنا زادت زادت الشحنة، يعني ازداد فرق الجهد بزيادة الشحنة. السعة المتسعة هي عدد الكترونات اللي يمكن للمتسعة أن تحتفظ بها تحت فرق جهد معين. هذه مراجعة فيما يخص المتسعة. هذا التركيب مال ترانزستور هو شبيه بالمتسعة، لذلك راح يشتغل نفس الشغل. راح نجي نشوف بالتفصيل شلون راح يشتغل نفس شغل المتسع، لكن حاليا فقط هسه نتعرف على المميزات والتركيب لهذا الترانزستور. زين، هسه نرجع للمحاضرة نشوف نكمل باقي المميزات. هنا عندنا يقول two basic type of MOSFET اللي هو الانهانسمنت والديبليجن، راح نجي نشوفها بالتفاصيل. يقول هذا النوع من الموسفيت هنا عندنا يعني بهذا بالتو تايب اللي هو الانهانسمنت والديبليجن الاي جي تساوي صفر. الاي جي شنو يقصد بيه؟ الاي جي يقصد بيه اللي هو التيار اللي هنا هذا الجين هذا الجي، هذا الاي جي التيار اللي على الجين راح يساوي صفر، فبالنتيجة مقاومة الإدخال راح تكون إنفينيتي. والآي دي يساوي الآي إس. شنو الآي دي وشنو الآي إس؟ الآي دي هو التيار الدرين، آي دي كارنت، والآي إس هنا اللي هو السورس كارنت. زين، خلينا نكمل. نقول طبعا الشيء المهم ايضا انه
هذا النوع من الترانزستور هو عبارة عن voltage control device. يعني شنو؟ يعني احنا راح نقدر انه نولد التيار عن طريق السيطرة بالفولتية، يعني عن طريق الكنترول بالفولتية راح نقدر نولد تيار. الفكرة بهذا الموضوع، الفكرة الأساسية انه احنا راح نتحكم بالفولتية، وهذه الفولتية راح تربط على الجيت اللي هي نسميها VGS Voltage Gain Source. راح تنربط على الجيت، وهذه الفولتية المصدر الفولتية راح أتحكم بيه، بحيث نتيجة للسيطرة لهذه الفولتية راح يمر التيار من الـ ID الـ عفوا راح يمر التيار من الدرين إلى السورس. طبعا لهذا السبب انه هنا أنا عندي الـ ID. الميزة الأخرى انه الـ ID هي تساوي الـ IS. ليش؟ يعني أنا راح أتحكم بالفولتية حتى يمر التيار من الدرين، من طرف الدرين إلى السورس. هذا الشيء الأساسي اللي راح نناقشه بالنوعين، بغض النظر عن التفاصيل بكل نوع راح نجي عليها وراح نشوف الأوبريشن. لكن الفكرة الأساسية إنه إحنا راح نخلي مصدر فولتية أو فرق جهد على الجيت، فبالنتيجة لهذا المصدر راح هنا هذا الجزء راح يعمل عمل المتسعة الكاباسيتر، وراح يتولد فرق جهد. هذا فرق الجهد هو اللي راح يساعد بمرور التيار من الدرين الى السورس. هنا احنا لهنا نتكلم بشكل اساسي عن الفكرة الاساسية من هذا التركيب والمميزات. راح نجي ندخل بالتفصيل شغلة شغلة. طبعاً هنا احنا عندنا نوعين، يعني نوعين من الموسفيت اللي هو الانهانسمنت تايب والديبليجن تايب. هنا هذا الشكل هو السيمبول نسميه اللي هو يستخدم بالدوائر الكهربائية. هنا هذا الجزء هو الجيت، وهنا الدرين، وهنا السورس. عادة السبستريت يكون موصل مع السورس. طبعا اتجاه السهم، اذا كان السهم داخل بهالشكل فمعناته هذا شنو؟ ان شانل. اذا كان السهم خارج متجه الى الخارج فمعناته هذا بي شانل موسفيت. هذا الخط، هنا عندنا خط منقط وهنا نعدي خط عدل. الخط المنقط معناته هذا enhancement type. راح نجي ندخل بتفاصيل الoperation. الخط العدل معناته هذا depletion type. طبعا substrate يكون موصل الى source والgate يكون بهذا الطرف، فاذا الطرف المتبقي راح يكون هو الدرين. وبكل نوع بالانهانسمنت وبالديبليجن راح يكون عندنا نوعين اللي هو الان شانل موسفيت والبي شانل موسفيت. الان هسه راح نتحدث عن الانهانسمنت موسفيت. اني هذا الشكل اللي اخذت الانهانسمنت، لكن هنا أنا من بالبداية من دا اشرح شرحت فقط المميزات الاساسية والفكرة الاساسية. هنا أنا راح نجي نشوف النوعين بالتفصيل والاوبريشن وشلون راح يمر التيار من الدرين الى السورس. الانهانسمنت كلمة انهانسمنت ما معناه انه تحسين او تعزيز.
هنا عندنا الستراكشر مال الانهانسمنت تايب، نشوف انه هذا الستراكشر مالته مثل ما موجود امامكم هنا بالشكل. نشوف انه هذا الان هذا الجزء وهذا الجزء ما يعني منفصل، ماكو بيناتهم ماكو بيناتهم في الشانل، او يعني نشوفها منفصلة. السبستريت اللي هو عبارة عن بي تايب راح يحتل كل المنطقة المتبقية من الان. هذا هو الميزة الاساسية بهذا النوع اللي هو الانهانسمنت. هنا مثل ما قلنا انه الجيت مربوط على مادة موصلة، مادة معدنية، وبين وبعدها يجي مادة عازلة اللي هي SiO2، والطرف الآخر اللي هو شبه الموصل. فبالنتيجة هنا راح يكون شكله مثل المتسعة اللي هو عبارة عن طبقتين موصلة بيناتهم منطقة عازلة. زين، الفكرة هسه احنا بالانهانسمنت موسفيت اوبيريشن حتى نقدر نمرر، يعني حتى نقدر انه نخلي هذا النوع من الترانزستور يمرر التيار من الدرين من هذا الطرف الى السورس الى هذا الطرف، لازم شو نسوي؟ لازم انه يعني لازم نشغل الترانزستور بطريقة ذكية، بحيث انه راح تتولد شانل يعني بين هذا الجزء وهذا الجزء. يعني هنا أنا عندي N وهنا أنا عندي N، فهنا أنا لازم تتولد شانل ايضا تكون من نفس النوع اللي هو ال N، حتى يقدر التيار يمر من الدرين الى السورس. اكرر بشكل سريع، احنا قلنا هذا التركيب مالته هو مشابه للمتسعة، فالهدف من هذا النوع انه راح نتحكم بالفولتية اللي راح نربطها على الجيت، بحيث انه الهدف من عندها راح نولد شانل. هذه الشانل اللي هي راح تكون بين الان هنا الجزء الاول اللي هو الدرين، والان هنا تايب اللي هو السورس، راح لازم تتولد شانل من نفس النوع اللي هو هماتين ان، بحيث تكون هذه كلها ان تايب، هذا الجزء يكون كله ان تايب. من راح يكون كله ان تايب؟ التيار راح يقدر يمر من الدرين الى السورس. زين، شلون هذا كل الكلام راح يصير؟ يعني شلون راح نولد هذه الشانل حتى يمر التيار؟ هذا الكلام راح يصير عن طريق الكنترول او السيطرة بالفولتية اللي تكون مربوطة على الجيت. لهذا السبب قلنا اسمه فولتج كنترولر. هنا عندنا هسه هذا النوع هو ان تايب، لانه هنا عندي هذا الطرف وهذا الطرف هو ان، والسبستريت هو بي، فهذا هو النوع هو ان شانل، نسميه ان موسفيت شانل. شنو نوعه؟ انهانسمنت. ليش انهانسمنت؟ لان هنا عندي الدرين والسورس ماكو شانل بيناتهم، يعني تكون الان واللي بالدرين منفصلة عن الان اللي بالسورس، بيناتهم كلها صايرة السبستريت اللي هي البي تايب. من تكون منفصلة راح نقول هذا انهانسمنت. زين، شلون نعرف ان لو بي ان؟ لانه هنا عندي هذه الان اللي هو على طرف السورس، وهنا عندي الان على طرف الدرين، فراح نسميها بي الان. وطبعا احنا بالسيمبل بالرب بالشكل الرمز اللي راح نستخدمه بالدوائر الكهربائيه، انا وضحت لكم انه شلون نعرف انهانسمنت او ديبليجن، هذا عن طريق الخط المنقط والخط العدل. الخط المنقط هو راح يكون انهانسمنت، واتجاه السهم راح من خلاله نعرف هل هو ان شانل او بي شانل. زين،
هسه عرفنا التركيب لهذا النوع اللي هو الانهانسمنت. هسه راح نجي نشوف شلون راح نكون هذه الشانل، وشلون راح يمر، بحيث بالنتيجة راح يمر التيار من الدرين الى السورس. هسه لو قبل هسه هنا احنا عندنا هذا الجزء الثاني، هذا الرسم الثاني، هنا عندنا مربوطة مصدر فولتية. لو قبل لا اربط مصدر الفولتية او نطيت هذه الفولتية صفر، لو اجي اربط هنا مصدر فولتية على طرف الدرين حتى بهدف انه حتى يمر التيار من الدرين الى السورس، راح نشوف انه ما راح يقدر التيار يمر. ليش؟ لانه قبل لا اربط الفي جي اللي هي الفولتية على الجيت، هنا راح يكون هذه الان منفصلة عن هذه الان، ما راح تكون اكو شانل بيناتهم، فما راح يقدر التيار يمر. زين، فبعدين هسه لو اجي اربط الطرف المصدر فولتية على الجيت، بحيث الطرف الموجب لمصدر الفولتية راح اربطه على الجيت، وطبعا الطرف السالب للجراوند. هنا قلنا بسبب التركيب لهذا النوع من الترانزستور اللي هو يشبه المتسعة، هنا راح تصير عندي هذه الشحنات الموجبة، هذه الشحنات الموجبة نتيجة لهنا الربط بمصدر فولتية موجب، وراح تتولد على الطرف الآخر شحنات معاكسة اللي هي شحنات سالبة، هذا اللي هو مبدأ عمل المتسعة. فنتيجة لذلك راح يتولد مجال كهربائي. هذا المجال الكهربائي ايش راح يسوي؟ راح يؤدي الى اندفاع الالكترونات الموجودة بالبي تايب. هسه احنا هذه كلها بي، هذه البي مثل ما تعرفون هي صح الميجوريتي كارير مالتها مثل ما اخذنا سابقا تكون هي هول، لكن بيها الكترونات، بيها العديد من الالكترونات، بيها بعض الالكترونات. نتيجة لتولد هذا المجال الكهربائي من رباطة هنا موجب، من رباطة موجب هنا، هنا راح يصير عندي شحنات سالبة معاكسة، راح يتولد مجال كهربائي. هذا المجال الكهربائي راح يؤدي إلى اندفاع الإلكترونات أو تحرك الإلكترونات إلى هذا الاتجاه، فهنا عندي حتتجمع إلكترونات سالبة، فبالنتيجة هنا راح تكون راح تتولد هذه هي الشانل اللي راح تتولد، اللي هي حتكون سالبة، يعني متكونة من تجمع الالكترونات السالبة. فبالنتيجة راح تكون من نفس النوع، ايضا راح تكون N تايب. فبعدها بعد ما راح تتولد هذه الشانل، راح التيار يعني يقدر انه التيار يمر من الدرين الى السورس. طبعا يعني هذه الشانل تتولد من قيمة معينة للفي جي، للفولتية المربوطة على طرف الجين. هذه القيمة اللي هي نسميها بالفي جي اس ثريشولد، من تكون مصدر الفولتية أكبر من هذه القيمة اللي هي طبعا تكون نون زيرو، يعني لما المصدر هنا المصدر المربوط على الجيت زيرو، ما راح تتكون هذه الشانل، وبالنتيجة ما راح يمر تيار. من راح تعبر إذا أزيد شوية الفي جي اس أزيده وبالتدريج، راح بحيث من يوصل إلى قيمة أعلى من الـ VGS threshold اللي هي أكوفت قيمة معينة، هذه من راح يعبر هذه القيمة راح تتولد هذه الشانل اللي هي نسميها induced channel، أي الشانل المحتثة، أو اللي هي يعني نتيجة يعني نتيجة ل عمل الموسفيت كعمل المتسعة، راح تتولد هذه الشانل اللي هي راح نسميها بالشانل المحتثة، واللي بعدها من راح تتولد هذه الشانل راح يقدر انه التيار يمر من الدرين الى السورس. وايضا ذكرنا قبل قليل انه الاي دي يساوي الاي اس.
هذا هو هذا النوع اللي هو الانهانسمنت موسفيت. طبعا هذا النوع يشتغل فقط الانهانسمنت، يعني احنا راح نجي هسه بعد قليل نشرح النوع الثاني اللي هو الديبليجن موسفيت. الديبليجن موسفيت راح نشوف التركيب مالته، من خلال التركيب مالته راح نقدر انه نشغله كانهانسمنت وكديبليجن، وراح نجي نشوف بالتفصيل، وراح نجي نشوف شنو يعني ديبليجن. لكن قبلها لو نجي نشوف عندنا هذا الكاركترستيك، الترانسفير جنرال ترانسفير كاركترستيك للاي موسفيت، اللي هو هنا أنا عندي بالان شانل وهنا عندي بالبي شانل. هنا راح نشوف من خلال هذا الرسم، هذا الرسم اللي هو ده ينطيني البي جي اس ويا الاي دي، وعد يا قيمه راح يتولد الاي دي، وشنو شكل الكيرف اللي هو يمثل لي تيار الاي دي. هسه لو نشوف انه هذه البي جي اس بالمنطقة، ان هنا الفي جي اس ثريشولد، احنا قلنا ايش وقت راح تتولد هذه، تتكون هذه الشانل المحتثة، من تكون الفي جي اس اكبر من الفي جي اس ثريشولد. زين، فبالمنطقة اللي هي من نائل هنا اللي هي من صفر الى في جي اس اللي هي قبل لا تصير في جي اس ثريشولد، هذا الجزء هنا اللي هو صفر شوية أكبر لكن أقل من الـ VGS، شوية أكبر لكن أقل من الـ VGS، هنا بهذا الجزء ما راح تتولد هذه الشانل، فبالنتيجة هنا نشوف إنه ماكو تيار، صفر تيار الـ ID صفر. من توصل الـ VGS إلى قيمة أعلى من الـ VGS threshold راح يتولد هنا هذا التيار اللي هو هذا تيار الاي دي. كل ما زادت الفي جي اس كل ما هنا يزيد التيار، وكل ما زادت الفي جي اس راح يزيد التيار. هنا لو نجي نسوي تسقيط، عند كل قيمه من قيم الفي جي اس اكو قيمه للتيار. هسه مثلا لو اجي اخذ هذه النقطه، عند هذه القيمه مثلا من الفي جي اس، مقدار التيار راح يكون هذا نقطة التقاطع بيناتهم. هنا عندي هنا هذه راح يرسم الكيرف، كل قيمة من الـ VGS راح يتولد تيار، وكل ما زيدنا الـ VGS كل ما زيدنا الـ channel، يعني سوينا تعزيز أو تحسين اللي هو enhancement، فبالنتيجة راح يزيد التيار، يعني كل ما تزيد الـ VGS راح يزيد تيار الـ ID. وهنا مثل ما تشوفون انه الشكل الكيرف ماخذ كأنه تقريبا شكل معادلة تربيعية. هذا بالنسبة للان شانل، مثل ما تشوفون بالان شانل هنا مصدر الفولتية اللي سلطنا راح على الجيت راح يكون بوزيتيف. بالبي تايب نفس هذا الكلام ونفس الفكرة، لكن بالعكس مصدر الفولتية اللي راح يكون اللي راح يربط على الجيت راح يكون هو سالب، فبالنتيجة انه عندي هذه الـ VGS threshold، وكل ما ازيد الـ VGS بالسالب، يعني هسه تشوفون هنا أنا هذه سالب، كل ما نزيد لكن الزيادة باتجاه السالب، يعني ازيد بالسالب، كل ما يزيد تيار الـ ID بهذا الشكل. هذا بالنسبة للـ P channel. فهسه احنا عندنا ال N channel لازم انه نربطها ويا مصدر الفولتية موجب، يعني نربط الموجب على الجيت اللي هي الفي جي اس، نربطها على الجيت البوزيتيف على الجيت. اما بحالة ال P channel، بحالة ال P channel راح نربط مصدر الفولتية الطرف النيجاتيف راح يربط على الجيت، ومن راح يعبر ال VGS threshold اللي هي اصلا بالسالب تكون، لانه هنا الربط بالعكس راح يصير، لانه النوع راح يكون P channel. ال P channel قلنا انه substrate راح يكون هو عبارة عن N،
والسورس والدرين راح يكون P. فبالنتيجة حتى الشانل اللي تكون متولدة بين ال بين السورس الشانل المتولدة بين السورس والدرين لازم تكون أيضا P. فممكن تطلعون على الشكل وتشوفون وتجربون تعكسون المصدر، وموجود أيضا عندكم بالكتاب. فهنا احنا عندنا الان شانل، فبالنتيجة انه الشانل اللي لازم اللي نولدها بين السورس والدرين لازم ايضا تكون ان. بالبي انه راح يكون السورس، طرف السورس بي وطرف الدرين بي، والسبستريت راح يكون بالعكس راح يكون ان. فبالنتيجة انه الشانل اللي نحتاج انه نولدها بين السورس والدرين هي لازم تكون نوعها بي. هنا هذه المعادلة اللي تخضع لهذا الكيرف، الـ ID هو K VGS ناقص VGS threshold تربيع. الـ K هو فد constant، يعني ممكن أن يكون ويا الموسفيت بالداتا شيت، أو ممكن أنه نحسبه، ممكن نحسبه بطريقة اللي هي ممكن ان تعطى مثلا عندنا قيمة نقطة من الكيرف اللي هو مثلا عندي ينطيني قيمة الـ ID واللي تقابلها قيمة الـ VGS فد نقطة من الكيرف. فعد هذه النقطة وبوجود الـ VGS threshold ممكن احنا نحسب قيمة الـK او ممكن تعطى. هنا عندنا هذا الكلام، ممكن ان تعطى بالداتا شيت او ممكن ان تحسب عن طريق يعني تكون لازم عندنا معطاة قيمة الـ ID عند نقطة معينة اللي هي ID on سميها، يعني ينطيني نقطة بالكيرف اللي النقطة هي شنو تشمل، تشمل الـ ID والـ VGS. فنعوض ونحسب. هسه عندنا هنا هذا المثال، هنا عندنا EMOSFET الـ ID on 500 ملي أمبير at VGS. هنا يعني ناطيني نقطة، ناطيني مقدار ID at مقدار فولتية اللي هو الـ VGS 10، وناطينا الـ VGS threshold اللي هو 1. طبعا هسه هنا السؤال لو ننتبه انه ما محدد لنا انه هل هذا N type او P type. طبعا كل الأسئلة راح تكون انه ما محددة، حتى الـ enhancement والـ depletion يعني ايضا احنا يعني بالأسئلة ما راح تكون محددة، لكن هنا فد مثال بسيط لان احنا هسه حاليا اخذنا النوع الاول اللي هو الـ enhancement راح نعرفه من بطرق اخرى. لكن مبدئيا بالنسبة لهذا المثال احنا هنا ما نعطينا النوع هل هو N او P، فشون راح نعرفه؟ راح نعرفه عن طريق قيمة الـ VGS threshold. هنا من تكون عندنا الـ VGS threshold positive فمعناتها شنو؟ معناتها انه الطرف الموجب للـ VGS مربوط على الجيت. فبالنتيجة انه هذا الشكل من الربط راح يكون هو للـ N channel. من تكون VGS threshold موجب فمعناتها هذا عندنا N type N channel. زين هنا عندنا شنو دا يريد يقول؟ determine the drain current for VGS 5 فولت. هنا اول شيء شنو نعطينا؟ نعطينا فد قيمة نقطة على الكيرف اللي هي ID on 500 at VGS 10 وال VGS threshold. زين يريد قيمة الدرين كارنت، قيمة الدرين كارنت اذا كانت ال VGS 5. هسه حتى نحل هذا المطلب، حتى نحل هذا المطلب نجي نطبق هذا القانون اللي هو الـ ID يساوي K في الـ VGS ناقص الـ VGS threshold حتى نطلع قيمة الـ ID اللي هو المطلوبة at الـ VGS 5 فولت. زين الـ VGS threshold عندنا معطى، راح نشوف شنو النقص.
النقص انه الكي ما عندنا. لو كانت عندنا الكي معطاد كان طبقنا هذا القانون مباشرة وحلينا، لكن الكي ما معطاد. راح نيجي نشوف شنو الشيء البديل اللي ناطيانا بالسؤال بحيث حتى نطلع قيمة الكي. راح نشوف انه ناطينا فد قيم نقطة على الكيرف اللي هي الـ ID on at VGS 10. فراح نيجي يعني هذا نفس القانون هو حيصير هنا الكي راح تطلع هي المجهولة، فراح يصير هنا عندي الاي دي بالبسط على هذا القوس اللي هو هذا راح يكون بالمقام مستربع. طبعا هنا عندي شنو اعوض؟ اعوض الاي دي اون اللي هو نطايانه بالسؤال اللي هو 500 ملي امبير، الفي جي اس اللي هو قايل 500 ملي امبير ات في جي اس 10 فولت. فهنا أنا اجي اعوض مكان ال VGS 10 فولت ومكان ال VGS threshold 1 فولت، كل تربيع راح اشقد تطلع؟ راح تطلع قيمة الكي اللي هي ملي امبير على فولت تربيع، هذه قيمة الكي. هسه من طلعت قيمة الكي نحل السؤال تطبيق مباشر. راح اجي ارجع لهذا القانون، اريد احسب قيمة ال ID at VGS شقد at VGS 5 فولت. فهنا أنا عندي قيمة الكي طلعتها والVGS threshold عندي، فنطبق هنا تطبيق مباشر راح تطلع عندنا قيمة الـ ID 98.7 ملي أمبير. هسه الـ enhancement biasing، احنا بهذه المحاضرة راح ناخذ النوعين اللي هو الانهانسمنت والديبليجن اللي هو الاوبريشن مالتهم، والمحاضره الجايه ان شاء الله راح ناخذ البايزنج اللي هو اللي حيكون بالانهانسمنت وبالديبليجن. يعني حاليا هسه راح نعبر البايزنج. هو اصلا يعني بالنسبه للبايزنج راح يكون بسيط جدا، لان راح يكون نفس يعني شكل الدائرة نفس شكل الدوائر اللي أخذناها بالبايبولار جنكشن ترانزستور، لكن الفرق هنا عندنا المبدأ العمل الحساب وإلى آخره يختلف. ننتقل إلى النوع الآخر اللي هو الديبليجن موسفيت. الديبليجن موسفيت هذا النوع شو يتميز؟ يتميز انه اكو بي شانل بين السورس والدرين. يعني هسه هنا عندنا هذا الشكل امامكم، هذا الديبليجن موسفيت. هسه بغض النظر عن يعني هسه افترضوا انه هذا الفولتيات هسه هذه ما موجوده ولا هذه الشحنات موجوده، افترضوها انه حاليا هسه بس نوضح التركيب، بعدين انه راح نجي انه شلون نشغله. هذا النوع من الموسفيت اللي هو الديبليجن موسفيت نقدر نشتغل به بالتو مود اللي هو انهانسمنت مود اللي هو نفس المود يعني انهانسمنت مود السابق وديبليجن مود، بينما النوع السابق ما نقدر انه نشغله فقط بالانهانسمنت مود. راح نجي نشوف انه الانهانسمنت مود والديبليجن مود يعني تفاصيلها، لكن قبل لا نربط عليه مصدر وشي والى اخره راح نجي نشوف التركيب مالته واختلافه عن النوع السابق. هذا النوع اللي هو راح نشوف انه اكو بي شانل، يعني هو اصلا بالتركيب مالته اكو بي شانل بين الدرين والسورس اللي هي هذه امامكم، يعني اكو صاير اتصال بين الدرين والسورس اللي هي هذه الشانل. هسه قلنا انه هذا النوع صاير بي اكو اتصال او اكو شانل بين السورس والدرين. إذن شنو فائدة لعد إنه إحنا راح نربط مصدر فولتية على الجيت؟ هنا عندنا
من راح نربط مصدر فولتية على الجيت، أما راح نزيد هذه الشانل بطريقة ربط معين، راح نزيد هذه الشانل، فبالنتيجة راح يشتغل بالإنهانسمنت مود. يعني هذه الشانل اللي هي مثلا الان شانل، طبعا هذا النوع ايضا بي 2 تايب اللي هو ان ان والان شانل والبي شانل. هذا النوع اللي امامكم هو ان شانل، النوع البي شانل يكون بالعكس، يكون السبستريت هو ان، وهنا الدرين والسورس والقناة الواصلة بيناتهم تكون بي. هسه نرجع نكمل. هذا احنا الشانل قلنا هي موجودة، احنا بالانهانسمنت النوع السابق المصدر الفولتية الهدف من عنده انه حتى نولد شانل، وبالنتيجة نتيجة لتوليد هذه الشانل راح يقدر التيار يمر من الدرين الى السورس. هنا عندنا هذه الشانل موجودة، ما راح يحتاج انه نولدها، لكن مصدر الفولتية الغرض من انه راح نربط مصدر فولتية على الجيت حتى يشتغل ب تو مود، اما انهانسمنت مود او الديبليجن مود. الانهانسمنت مود اللي هو هذا الشكل، راح يتم ربط المصدر الفولتية الموجب هنا على الجيت، فبالنتيجة هنا راح نفس الفكرة، هنا عندنا راح الشحنات السالبة راح تكون عندنا بهذا الطرف، وهنا عندي هذه الشحنات الموجبة، وراح يتولد الكتريك فيلد، وهذا الالكتريك فيلد راح يعني نتيجة هذا الالكتريك فيلد راح تتحرك الالكترونات اللي بالبي تايب الى هذا الجزء. زين، فبالنتيجة هذه الشانل، هسه لو نيجي نرسمها هنا عندنا هذه الشانل راح تصير أعرض، هذه الان، هذه الان. ليش؟ لان هي اصلا اكو شانل وصارت الها انهانز، يعني صارت الالكترونات بالبي تايب تحركت نتيجة لتولد المجال الكهربائي، فهنا عندي زادت يعني عرضت الشانل، فبالنتيجة هنا تيار الدرين ايضا راح يزيد. يعني الهدف من انه بهذا النوع ربط المصدر الفولتية على الجيت هو بهدف اما توسيع او تضييق الشانل. اذا قللنا من مصدر الفولتية طبعا هنا الشانل راح يعني راح تقل الى ان نصل الى الصفر. طبعا بالصفر ايضا قلنا المصدر الفولتية صفر، ايضا اكو شانل واكو مقدار تيار. ليش؟ لانه هذا النوع تركيبه هو بهالشكل، انه اكو شانل بالتركيب الاساسي. زين، الدبليجن مود انه القطع، يعني احنا نقدر نستخدم هذا النوع نربط مصدر الفولتية السالب على طرف الجين. طبعا الطلاب هذا الكلام انا دا يعني هاي طريقة الربط، هذه اكرر انه بالان شانل، بالبي شانل يكون الكلام بالعكس، يعني مصدر الفولتيات راح تنعكس. نرجع نكمل، هنا راح يكون عندي الطرف السالب هو مربوط على الجيت، وراح يتولد شحنات موجبة على الطرف الاخر، وهذه الشحنات الموجبة راح تطرد الشحنات السالبة، راح تطرد الشحنات السالبة اللي موجودة هنا بال N channel، فبالنتيجة انه راح تقل هذه channel، راح تقل، وكل ما نزيد ال VGS بالسالب راح تقل، يعني هذه channel راح تصير ضيقة جدا، راح تصير ضيقة جدا الى ان نوصل الى فد قيمة اللي هي اسمها VGS off اللي هي النقطة اللي يتم بيها القطع، يعني ما راح يمر تيار للتالي اللي هي راح ينطفي، اللي هي نقطة الاطفاء او نقطة القطع اللي هي راح تروح هذه الشانل، راح تصير معزولة، يعني راح تصير هنا الان وهنا الان معزولة، راح تحل كل هذه المنطقة، راح تحل مكانها بالشحنات الموجبة.
فهنا عندي شو وقت يوصل إلى هاي المرحلة؟ من أزيد أزيد بالسالب إلى أن تصير القيمة الـ VGS أقل من فت قيمة معينة اللي هي نسميها VGS off، راح تصير هذا النوع من الترانزستور راح تكون depletion mode. depletion معناتها استنزاف، يعني معناتها السالب، الشحنات السالبة اللي موجودة بالشانل راح تستنزف، راح تحل محلها الشحنات الموجبة، وبالنتيجة من راح تحل محلها الشحنات الموجبة، من أوصل إلى منطقة قيمة معينة بالـ VGS اللي هي أقل من الـ VGS off، راح تصير عندي هذه المنطقة مفصولة تماما عن هذه المنطقة. لهذا السبب أنه هذا اسمه depletion MOSFET. أكرر أقول أنه هذا النوع يشتغل بالتو مود، يشتغل بالdepletion اللي هو القطع، والenhancement اللي هو التوصيل، اللي هي أنه عن طريق ربط الجزء المصدر الفولتية على البوزيتيف على الجيت، وبالنتيجة أنه الشانل الموجودة راح تعرض بالزايد، فالتيار الاي دي راح يزيد. هذا فيما يخص التركيب. هسه لو نجي نشوف الكاركترستيك، هذا الكاركترستيك راح نجي نشوف اللي هو بي التو مود. هسه عندي لما تكون الفي جي، هسه هنا عندي بالان شانل، من تكون الفي جي اس تكون بوزيتيف، عفوا من تكون الفي جي اس تكون صفر، عندي هنا صفر الفي جي اس، اكو قيمة للتيار اللي هي نسميها تيار الاي دي، يعني ات في جي اس صفر الاي دي راح يساوي الاي دي اس اس اي دي اس اس. هذه ليش اكو تيار عند الفي جي اس صفر؟ ليش اكرر؟ لانه هذا النوع من الموسفيت، هذا النوع من الترانزستور تركيبه راح يكون هو بي شانل، يعني مو مثل النوع السابق. ف نتيجة لوجود الشانل بالتركيب راح يكون اكو فد تيار اللي لما تكون الفي جي اس صفر، اللي هو قيمتها قيمة هذا التيار اللي هو نسميه اي دي اس اس. زين، اذا ازيد الفي جي اس هنا، هسه لو اكمل هذا الصفر، هذا خط الصفر، لو اجي اكمل هذا الخط هنا عندي هذا البوزيتيف، لو اجي ازيد ال في جي اس ازيد من قيمة ال في جي اس طبعا باتجاه البوزيتيف، هنا راح يزيد التيار اللي هو راح يشتغل، راح يزيد التيار كل ما ازيد قيمة ال في جي اس كل ما راح يزيد التيار بهذا الشكل. فبالنتيجة انه هذه المنطقة شنو راح تكون؟ راح تكون انه لما الترانزستور يشتغل راح يشتغل بال enhancement mode. زين، اما اذا اجي هنا عندي لما تكون ال VGS هنا نيجاتيف، وهنا نزيد بال VGS بقيمة النيجاتيف، نزيد بقيمة النيجاتيف، كل ما نزيد بالنيجاتيف راح يقل التيار. ليش راح يقل التيار؟ لانه قلنا انه هذه الشانل الموجوده اللي هي الان شانل راح تبدي شويه شويه تقل، فكل ما تقل راح يقل التيار الاي دي، كل ما ازيد بالسالب راح يقل تيار الاي دي. فمن اوصل الى قيمه اللي هي الفي جي اس اوف، اللي هي النقطه اللي هي أزيد بالسالب، طبعا لاحظوا هنا الفرق، هنا أزيد بالسالب، كل ما أزيد بالسالب كل ما احنا راح تصير عندنا الاي دي راح يقل. من أوصل إلى قيمة اللي هي الـ VGS off راح يصير يدخل انه بالdepletion اللي هو راح يصير عندي القطع، فراح يصير عندي بعدها المقدار الاي دي راح يكون صفر. فلهذا السبب احنا لسبب انه وجود الشانل بتركيبه راح يكون
احنا عندنا يشتغل بتو مود على حسب قيمة الفي جي اس. اذا كانت عندنا طبعا بالفي جي اس 0 راح تكون اكو قيمة للتيار اللي هو قيمته اي دي اس اس. اذا زادت عن اذا زيدنا الفي جي اس بالبوزيتيف راح هذه الشانل الموجودة راح تكون اعرض مثل ما شرحنا. وكل ما تعرض الشانل الموجودة بين الدرين والسورس كل ما التيار الاي دي راح يزيد. اما اذا جينا ربطنا بالفي جي اس نيجاتيف وكل ما اجي ازيد بالسالب ازيد الفي جي اس وهي مربوطة بالسالب الطرف السالب للجيت راح يبدي يقل التيار الاي دي من اوصل الى قيمة اللي هي الفي جي اس اوف اللي هي القيمة اللي عدها يصير القطع اي عدها انه الشانل تختفي تحل محلها الشحنات الموجبة طبعا في حالة الان النوع الان شانل. فراح يكون السورس والدرين هي ان شانل وبيناتهم راح تكون شحنات موجبة راح يكون قطع فبالنتيجة التيار راح ما راح يقدر يعني يمر فراح تكون كأنه سويتش اوف. هذه هي المعادلة اللي تمثل هذا الكيرف الاي دي تساوي الاي دي اس اس في واحد ناقص في جي اس على الفي جي اس اوف. يعني هسه لو نجي نعوض مكان بالمعادلة مكان الفي جي اس صفر هذا المقام كله حيصير صفر فهنا أنا عندي الاي دي راح يساوي الاي دي اس اس. زيدنا قيمة الفي جي اس بالبوزيتيف هنا أنا راح يتولد عندنا تيار اللي هو الاي دي راح يشتغل بالانهانسمنت مود. اذا كانت الفي جي اس بالسالب فهنا أنا عندي وزيدنا قيمة الفي جي اس بالسالب الى ان نعبر يعني تصير في جي اس بالسالب اكثر من الفي جي اس اوف. طبعا بالسالب يعني هنا انا دا اقارن بالسالب فهنا معناتها انه الاي جي راح ما راح يمر تيار راح يصير عندي قطع اللي هو من هذا المبدا جاي فكره الديبليجن. هنا عندي ايضا مثال هنا عندنا الدي موسفيت الاي دي اس اس 10 والفي جي اس اوف هو ماينص 8. زين is this channel هو n channel or p channel calculate id at vgs minus 3 و at vgs positive موجب 3. هنا عندي الفرع يقول انه الجهاز has a negative vgs. هنا عندي vgs off الvgs off هنا بالnegative هنا أنا بالنيجاتيف فمعناته شنو معناته ان شانل. بس هنا نشوف قيمة الفي جي اس اوف بالنيجاتيف هنا بالبي شانل هنا قلنا تكون بالعكس الفي جي اس اوف راح تكون بالبوزيتيف فمعناته هسه من خلال قيمة الفي جي اس اوف عرفنا انه هذه ان شانل. زين نريد نحسب الاي دي ات في جي اس ماينص 3 وهنا نحسب الاي دي ات في جي اس بوزيتيف زائد 3. الاي دي هنا انا هنا اجي اطبق هذا القانون تطبيق مباشر اعوض ومكان الفي جي اس ب بماينص 3 طبعا ماينص يعني هسه لو نفترض انه هنا هذه ناقص 8 وهنا عندنا الناقص 3 ناقص 3 فهنا الناقص 3 هي يعني بعدنا احنا مو واصلين للفي جي اس يعني هي لو نجي نقارن سالب وموجب هي هنا عندي ناقص 3 هي اكبر من السالب 8 فمن تصير الفي جي اس اصغر من الفي جي اس اوف يعني هنا راح او بما معناه انه ازيد بالسالب وتعبر الفي جي اس اوف يعني تصير مثلا ناقص 9 فهنا بهذه الحاله راح يصير القطع وتيار الاي دي صفر. لكن هنا لانه اكو عندي قيمه اي دي ليش لانه بعدنا الفي جي اس سالب 3 ما وصلنا للفي جي اس اوف يعني افترض تخيلوا احنا هذا المصدر ده نزيده بالسالب
فهنا ما وصلنا بعد للفي جي اس او، فبالنتيجة انه بعد ما صاير القطع هنا، لكن شنو، لكن اقل من ال من ال اي دي اس اس هنا. أنا ليش؟ لانه هنا عندي ال اي دي اس اس هو ات ال في جي اس صفر، هنا أنا عندي ال في جي اس ماينس 3، فهنا راح يبدي يقل. فهنا أنا عندي 3.9، يعني لو طلع لكم هنا قيمة اكبر من قيمة ال اي دي اس اس، فمعناتها انه الحل غلط، لانه احنا هنا ال اي دي اس اس ات في جي اس صفر. اذا ات في جي اس ماينس 3 معناتها هسه هنا دا نبدي ندخل بالدبليجن، يعني دا تبدي تقل الشانل، فلازم يقل التيار عن الاي دي اس اس. هنا مثل ما موضح امامكم بالكاب، لو قلنا لو فرضنا هذه سالب 3، فراح تكون هذه قيمة التيار اللي هو الاي دي، اللي هو اقل من الاي دي اس اس. زين، هنا عندي الاي دي ات البوزيتيف، ات البوزيتيف 3 زائد 3، هنا راح نشوف راح يكون اكبر من ال اي دي اس اس. ليش؟ لانه هنا عندي دا ندخل بالانهانسمنت مود، يعني هنا عندي زائد 3، هنا عندي زائد 3، هذه زائد 3، هنا اكبر من الصفر، فهنا راح يبدي يزيد التيار. ليش؟ لان دا يشتغل بالانهانسمنت مود، نتيجة لانه عندنا تيار ال نتيجة انه الشانل راح تعرض، فالتيار الاي دي راح يزيد يكون اعلى من الاي دي اس اس. هذا الشرح هو كله هسه اللي شرحته لهنا. أنا نتوقف، والمحاضرة الجاية ان شاء الله ناخذ البايزنج بالنوعين، بالانهانسمنت و الدبليجن. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة. أي سؤال ممكن نتناقش به أجاوبكم إن شاء الله عليه بالمحاضرة التفاعلية، وشكرا جزيلا لكم.